السلام عليكم، بوجور تو الموند. أزف اللون، اليوم غادي نحضروا الخبز المورق. اجوردي اون فا بريباري لو بان فيتي. غادي نحضر عجينة التوريق المخمرة على طريقة أم وليد. جو في بريباري لا بات فيتي لوفي à la façon de أم وليد. سويفي لي إتاب، لي إنغريديون فوز ألي لو روتروفي دون لا بات ديسكريبسيون. تابعوا الخطوات على حسب الفيديو، والمكونات غادي تلقوهم في صندوق الوصف.
هنا كما تشوفوا خليتها خمرت، قد ساعة لي أنا في البرد، وراني نطليها بالبيض. كما تشوفوا جي لي ليسي بوسي اون اور بيسكو إل في فخوا، إي جو لا باديجون افيك ان اوف باتو. إذا بغيتو يبان لكم التوريق ما تطلوهاش في الأماكن السطحية، طلوها على الجوانب. Si vous voulez que votre pain apparaisse plus feuilleté, ne badigeonnez pas la surface, juste les côtés. Dessus sortons le four à 180 degrés. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 200 degrés une heure en avance. هنا نخرجها من الفرن ونطلبها بالمربى. Je viens de la sortir du four et je badigeonne avec un peu de confiture, n'importe quelle confiture. هنا الشكل النهائي تاعها، غادي من تبرد غادي نخرجها من القالب تاعها. Voilà le résultat, je viens de la démouler. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous likez, vous abonnez à ma chaîne. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، تضغطوا لايك وتخلوا لي تعليق مشجعة، وإذا ما كنتوش مشتركين تشتركوا. شهية طيبة.